اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا إلهنا يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك ما شكرناك حق شكرك لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق اللهم كن لهم معينا ونصيرا اللهم كن لهم معينا ونصيرا اللهم ثبت أقدامهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم وحد سهامهم اللهم وسدد سهامهم اللهم سدد رأيهم اللهم ارحم موتاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم آمن روعهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك باليهود والنصارى والشيوعيين اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو اللهم شد
شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل قبورهم في العراق، اللهم اجعل قبورهم في العراق، اللهم اجعلهم وعتادهم غنيمة للمسلمين، اللهم إنهم قتلوا رجال المسلمين فاقتل رجالهم، اللهم إنهم رملوا نساء المسلمين فرمل نساءهم، اللهم ويتموا أطفال المسلمين، اللهم إنهم يتموا أطفال المسلمين فيتم أطفالهم، اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو، اللهم سلط عليهم عذابك وسخطك إله الحق يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من تقول للشيء كن فيكون، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين في كل مكان بقوتك وعزتك وجبروتك يا قوي يا عزيز، اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا حائرا إلا دللته ولا ميتا إلا رحمته ولا سوءا إلا صرفته ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا وفقته وسددته برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا ممن رغب فيك فنفعته ودعاك فأجبته وتوكل عليك فكفيته واستنصرك فنصرته واستجار بك فأجرته واستغفرك فغفرت له، اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع، اللهم إنا نعوذ بك من دعوة لا تسمع، اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم رد أمة محمد إليك ردا حميدا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين، اللهم جنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم واجعلنا وإياهم هداة مهتدين برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين
وألحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه.